جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية. شو بده العطوط؟ ولا شيء، بس هيك ما بيهنيني بطلعة. ولك قلت لك ما في حدا بهالدنيا كلها بهنيكي مثلي. بخير اللي خلقك كاسك. صحتين. ايه دكتور، بدك تعمل حسابك ثاني مره ما تلبس قومه وقت اللي بتيجي على المشتق. لا بعرف جنزات، بس هون في طين كثير. معناتها هون بدك ترتكب جريمتك. لا يا دكتور، مو اتفقنا نسجل على مشروع؟ عادي دكتور، هيك بنحكي مع بعض عادة. ايه اذا متعودين على بعض تستفلوا. خلينا بمشروعك استاذ رجب. انت اكيد بتعرف انه هذا التراب ما بيصلح لزراعه الفطر. ما هي العفا معناتها بنستورد له تراب ثاني؟ لا لا، الفطر ما بينزرع بالتراب، بينزرع بمركب دبالي مكون من تراب وروس البقر، وبيتحضر هيك بطريقه فنيه بالظل. ما كنا بنعرف والله. شو ليش انا هون لك؟ مو مشان ساعدك ولا يهمك.